السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم بعيدا عن التأسيس، في حلقة انطلب مني لو عندك مقابلة بمدرسة انترناشونال ازاي تقدم نفسك. Parlez moi de vous، كلمني عن نفسك. Présente toi، قدم نفسك. سواء كنت اي لغة في الدنيا او عندك مقابلة كمدرس للغة، ازاي تقدم نفسك بشكل كويس وازاي يوم المقابلة ده بيتم. شوف معايا الفيديو للآخر إن شاء الله تستفاد. سواء كنت معلم لغة فرنسية أو أي لغة تانية، امشي على نفس النمط بلغتك أنت طبعا أو المادة اللي بتدرسها، وإن شاء الله بالتوفيق. في بداية المقابلة لازم تعرف أنت رايح تقابل مين. أنت هتقابل الديركتور وبرنسيبال يعني مدير المدرسة، وكمان هتقابل شخص تاني اسمه سوبرفيزور اللي هو السوبرفايزور للمادة، الأستاذ الأول للمادة. المطلوب منك هتعمله إيه في اليوم ده؟ هتعمل presentation يعني تقديم نفس presentation، وهتعمل كمان ديمو أو هتقدم ديمو يعني نموذج مصغر للدرس اللي أنت جاي تشرحه. دول الأربع نقاط اللي إحنا لازم نعرفهم في بداية الأمر. في بداية الأمر أحب أوضح بعض الشروط أو الحاجات اللي المفروض إن إحنا نلتزم بيها. دي بتسهل علي اليوم قوي وبتخلي اليوم يخرج بشكل ناجح. اول حاجه ان انا تجهيز الدرس اللي انا هشرحه، تجهز الدرس بشكلين. ازاي تجهز نفسك؟ انك ممكن تعرض باوربوينت، تاخد معاك اللابتوب بتاعك وانك هتشغله او هتوصله بالبروجيكتور في المدرسه وتعرض شغلك باوربوينت زي اللي معمول امام حضرتك دلوقتي. طيب، او انك تعرض على الوايت بورد نفس الدرس اللي انت محضره ده، ممكن هتشرحه بالقلم عادي خالص على السبوره البيضاء بتاعتنا. يبقى انا بحضر درس، يا اما هعرضه باوربوينت. انك تروح المدرسة ومعاك درس باوربوينت ده بيبين قد ايه انك مهتم، بيبين قد ايه انك فعلا محضر شغلك كويس. لو ما سمحتش الظروف انك تشتغل باوربوينت، خلاص اشرح على الوايت بورد، وده حاجة سهلة جدا. طب رقم اتنين، حضر نفسك انك ممكن يسألك يقول لك parlez moi de vous او present yourself، قدم نفسك. ودي حاجة بكون محضرة كذا جملة بسيطة جدا لتقديم النفس. جمل لاحظ انك ممكن ما تقدمش نفسك تماما، وممكن تدخل مباشرة على الديمو انك تعمل ديمو وما يكونش فيه تقديم النفس، ولكن برضو لاحظ ان ممكن حد يقول لك قدم نفسك، فتبقى محضر نفسك للحالتين. طيب النقطة اللي بعد كده، ان انا اكون محضر عرض الدرس بتاعي اللي هو الديمو اللي هو شرح الدرس بتاعي سواء كان باوربوينت او الوايت بورد. الديمو ده مهم جدا. الديمو ده او الدرس اللي معانا ده عبارة عن نموذج درس مصغر. انا في الديمو ده بقول الفكرة بتاعتي، هنشوفها بعد شوية هشرحه بالظبط هيتقال في ايه. ولكن في حاجة مهمة قوي ان انا التزم فيه باللغة. يعني انا كمدرس لغة فرنسية اترجم يعني هشرح باللغة الفرنسية، ما استعينش باللغة العربية. طب انا في حاجة صعبة عليا، استعمل ليها الوسائل التعليمية سواء كانت صورة او ايماءات الوجه، تعبير الجسم. لو ما عرفتش دول ما وصلوش الفكرة، ترجم الانجليش. طيب انا مدرس لغة انجليزية، يبقى انجليش فور انجليش، كل الحصة بتكون او الديمو كله بيكون انجليش. حاول بقى تستعمل الوسائل التعليمية هنا توضح الفكرة، ايماءات الوجه نفس الكلام. ولكن انت كمدرس لغة التزم انك تدرس باللغة اللي انت متخصص فيها، دي حاجة مهمة جدا وبتعكس قد ايه انك شاطر في مادتك. وكده يبقى ده الحاجات لازم تتوفر قبل ما تروح للديمو، تكون محضر نفسك ليها. نشوف النقطة اللي بعد كده ونشوف مع بعض ايه اللي هنعمله. والسؤال الاول اللي بيطرح عليك اللي هو parlez moi de vous ou présente toi، قدم نفسك او present yourself. لحظة، احنا في المقدمة بتشترط انها تكون بسيطة جدا لان هيكون عندك ديمو هو اللي يظهر فيه شغلك اكتر. فالمقدمة حاول بقدر الامكان بسيطة وما فيهاش كلكعة زيادة عن اللزوم. وهي ابدأ بالجملة الاولى اللي بعبر بيها عن نفسي، واللي هي je suis فاطمة مختار او je m'appelle فاطمة مختار. الجملة التانية اللي هي مع العمر بعبر بيها عن عمري، j'ai 30 ans، عندي 30 سنة. الجملة الثالثة وبعبر بيها عن الجامعة اللي أنا متخرج منها، وهي Je suis diplômée de la faculté de la pédagogie à Tanta en 2009. أنا متخرجة من كلية التربية جامعة طنطا عام 2009. Avec mon très bien، مع تقدير عام جيدا. Département de la langue française، قسم اللغة الفرنسية. كل واحد طبعا المعلومات الشخصية بتاعته بيضيفها هنا على حسب معلوماته هو. طيب ببدأ قراءة الصفحة كلها مرة تانية بشكل ما فيهوش ترجمة للغة العربية. Je suis Fatma Mokhtar. J'ai 30 ans.
Je suis diplômée de la faculté de la pédagogie à Tantan en 2009 avec mention très bien, département de la langue française. طب دلوقتي مع الكليات المختلفة، مش شرط كلية التربية، كلية التربية فاكولتي دو لا بيداغوجي، كلية آداب فاكولتي دو لاتر، كلية لغات وترجمة فاكولتي دو لانغ اي تراديكسيون، كلية الألسن فاكولتي دو الألسن، وترجمة الألسن برضو بيترجموها لانغ، يبقى فاكولتي دو لا بيداغوجي، فاكولتي دو لاتر، فاكولتي دو لانغ اي تراديكسيون، فاكولتي دو الألسن. هبدأ دلوقتي مع الجملة الرابعة اللي ممكن أقدم بيها نفسي، اللي هي لو أنا عامل دراسات عليا هتقول إيه؟ هقول في الدراسات العليا j'ai obtenu du diplôme dans les méthodologies d'enseignement en 2013 et 2014 avec mention très bien. يعني أنا حصلت على 2 دبلومة في طرق التدريس، واحدة في سنة 2013 و2014 مع تقدير عام جيد جدا. طيب لو أنا حابب أقول أسماء الدبلومات قولها. لو أنا أقول دبلوم سبيسيال يعني الدبلومة الخاصة، أو دبلوم البروفيشنال أو الدبلومة المهنية، وبتقولها برضو في السنوات بتاعتها. طيب رقم 5، لو أنا واخد دبلومة تانية غير الدبلومة في طرق التدريس، دبلومة مثلا في تخصص تاني، بتقولها برضو. أنا كتبت j'ai obtenu aussi un diplôme de la traduction en 2011، أنا أخدت دبلومة في الترجمة في عام 2011. طبعا السنين بتتغير على حسب كل شخص. طيب كده قلت الجامعة. طب أنا الدراسات اللي أنا كملتها بعد الجامعة، طب أنا ما كملتش دراسات وحاليا لسه بكمل، أقول Je continue mes études supérieures dans les méthodologies de l'enseignement. يعني أنا كملت دراسات، حاليا أنا بكمل دراسات عليا في مجال طرق التدريس، ودي كانت النقطة الستة اللي أقدر أكمل أو أعبر بيهم عن إيه هي الدراسات اللي أنا. دلوقتي مع أهم نقطة في تقديم النفس بتاعتك، إنك تقول خبراتك. النقطة السابعة والثامنة، أنت already عندك خبرات في مدارس تانية، هنشوف هنعبر عنها إزاي. ومن السابعة j'ai 10 ans d'expérience donc je suis professeur de français depuis 2011 jusqu'à notre temps actuel. يعني أنا عندي خبرة 10 سنين حسب إن أنا أعمل كمعلم لغة فرنسية من 2011 حتى وقتنا الحالي. أو أعبر بطريقة تانية j'ai une expérience de plus de 2 ans. أنا عندي خبرة أكتر من 10 سنوات، وكمل نفس الجملة حيث أنني أعمل من فترة كذا كذا. طيب نقطة الثامنة، لو أنا شغال في مدرسة عالمية غير المدرسة دي وعايز أذكرها. J'ai travaillé comme professeur de français dans une école internationale de 2018 à 2019. أنا اشتغلت في مدرسة عالمية، ونذكر اسم المدرسة طبعا، وهي من فترة كام لكام، سنة كام لكام. طيب لو أنا ما عنديش خبرة، أنا أول مرة أروح أقدم وأنا ما عنديش أي خبرات، صيغ جملة بشكل يعني يدي اللي قدامك سسبنس كده في الجملة، وإنك عايز يلفت النظر ليك. أقول إيه je n'ai pas d'expérience mais j'ai la motivation d'être parmi de votre club. أنا ما عنديش خبرة ولكن عندي الدافعية إن أنا أكون جزء من الفريق بتاعكم في المدرسة. يبقى دول ثلاث جمل تعبير عن الاكسبيرينس الخبره. اخر نقطه معايا، طبعا معلومه بس الفت النظر بيها، مش شرط ان انا اقول العشر جمل، انت بتقدر الوقت اللي مسموح لك والجمل اللي انت تقدر تعبر بيها عن نفسك ببساطه من دون ما تغلط كتير. طبعا الجمله الاخيره معايا، انا قلت فيها شويه عن طرق التدريس. Pour le processus d'enseignement, je peux utiliser plusieurs méthodologies comme le jeu de rôle, la discussion et l'apprentissage en groupe. يعني أنا بالنسبة للعمليات التعليمية أنا أقدر أستعمل بعض طرق التدريس زي لعب الأدوار والمناقشة والتعليم في التعلم في مجموعات. Je peux communiquer avec les élèves du rivage. أقدر أتعامل مع الطلبة من مختلف الأعمار. طبعا زي ما قلت حالا، انك تختار من الجمل دي اللي تقدر تقدم بيه نفسك بطريقة سهلة بدون اخطاء. دلوقتي ممكن بعد ما قدمت نفسي الاستاذ اللي معايا يطلب مني ان انا اقدم اجاوب على بعض الاسئلة، ومنها سؤال pourquoi tu as choisi le métier d'enseignant؟ ليه اخترت وظيفة معلم؟ كتبت être enseignant c'est un métier passionnant et exigeant.
يعني هي وظيفة محببة جدا ومطلوبة دايما لا غنى عن المعلم يعني. L'enseignant peut participer à la construction de la société. المعلم يقدر ان هو يشارك في بناء المجتمع. En transmettant son savoir et en valorisant les compétences des élèves. ان هو بينقل خبراته للطلبة وانه يقدر كمان ينمي مهارات الطلبة اللي امامه. طبعا ده مقترح لإجابة، ممكن تجاوب انت بأسلوب مختلف، ولكن ده نموذج للإجابة اللي تقدر تجاوب بيها على السؤال بالشكل ده. نشوف السؤال التاني معانا اللي ممكن تتسأله. ايه السؤال التاني اللي ممكن يطرح عليك؟ Quelles sont les qualités d'un bon enseignant؟ ايه هي مواصفات المعلم الجيد؟ انا اختصرتها بشكل جميل جدا ان شاء الله تعجبكم. Un bon professeur doit créer un équilibre entre quatre qualités essentielles. يعني المعلم الجيد المفروض يعمل توازن بين اربع صفات اساسيين. ايه هما؟ La maîtrise de sa matière، انه يكون متمكن من المادة بتاعته. Des compétences didactiques et pédagogiques، يكون عنده مهارات تربوية وتعليمية. La capacité de construire une relation avec les élèves et leurs familles. أنه يقدر يعمل علاقة ما بينه وبين الطلبة وما بينه وبين أسر الطلبة كمان، زي يتفاعل أو يتواصل معهم. آخر حاجة et surtout avoir confiance dans le potentiel des élèves à progresser. يعني يكون واثق في مستوى الطالب ده ويرفع منه، أنه يكون قادر عنده القدرة أنه يرفع بمستوى الطلبة بتوعه. ده كان نموذج من الأسئلة اللي ممكن تطرح عليك في المقابلة بشكل بسيط، وبتجاوب بشكل بسيط جدا، بالتوفيق طبعا فيها. ودلوقتي مع الديمو وإزاي نقدم ديمو كويس، يلا بينا. دلوقتي مع نجاح الديمو، عندك حاجات لازم تلتزم بيها ان شاء الله ينجح الديمو بشكل جميل جدا. طيب اول حاجة الالتزام بالوقت المحدد، سواء ادولك 10 دقايق او 15 دقيقة، اشرح النقطة اللي انت هتشرحها في الوقت ده، اختصرها بشكل يعني انت اصلا وانت رايح الديمو اعمل شغلك على انه ما يتعداش ال 15 دقيقة، لان هم دول اعرفهم شغلك بشكل مبسط جدا، يكونوا ما تتعداش الوقت ده نهائيا. طيب رقم اثنين، شرح مبسط ومنظم وشامل للفكرة. انت هتشرح الفكرة بتاعتك بتجيب فيها الهيدلاينز، الحاجات النقط الاساسية. لو بتشرح قاعدة ما فيش داعي نجيب الاكسبشن اللي هي الحاجات الاستثنائيات والحاجات دي، لا اشرح الفكرة الاساسية. طيب اظهر الوسائل التعليمية معاك، عندك صورة اي وسيلة تعليمية انت هتساعدك في الشغل اظهرها. طيب تعامل مع الاستاذ اللي امامك او مع الموجودين انهم طلبة، اسألهم انهي درسك وانت بتسألهم. عادي جدا ان انهاء الدرس لازم يكون بشكل مثير. اسأل الاساتذة اللي امامك، اعتبرهم طلبة، مفيش اي مشكلة انك تعتبرهم طلبة، لانك اصلا بتعمل ديمو ونموذج مصغر لدرس، يعني لازم تفاعل الطلبة فيه، فده هيكون شغلك هنا انهاء الدرس بشكل مفعل بشكل جاذب للنظر، ده حاجة مهمة جدا. طبعا مش محتاج اذكرك انك تكون واثق في الله سبحانه وتعالى ثم واثق في نفسك، ده هتلاقي طريق النجاح ان شاء الله. ودلوقتي اكون قد انتهيت من ازاي تقدم نفسك في مقابلة رسمية، وكمان شرحت جزء بسيط عن الديمو ازاي نعمله بشكل مبسط. لو حد حابب نعمل ديمو بس كفيديو للديمو لوحده ان شاء الله نعمله في حلقات تانية. ما تنساش ان القناة بتاعتنا فيها كورس اللغة الفرنسية للمبتدئين، شرح جميع المراحل الدراسية، كورس القواعد من الصفر، كورس اللغة الفرنسية للأطفال. تشرفونا وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. كنت معاكم فاطمة مختار، بالتوفيق لكم جميعا. شكرا، السلام عليكم.